السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل سنة وأنتم طيبين. شكرا لرئاسة المؤتمر، الحقيقة الأستاذة النشيطة جدا الدكتورة غادة. الحقيقة يعني المؤتمر بقى مؤتمر كبير بفضل جهودها هي وزملائها في اللجنة المنظمة واللجنة العلمية. فالحقيقة مؤتمر بنتظره كل سنة، والحقيقة نفسي بقى نخلص من قصة الوباء وكورونا وكوفيد علشان أقدر أبقى موجود معاكم تاني، لأن الصعيد وحشني وكل اللي فيه وحشوني. بالتوفيق دايما، وإن شاء الله بإذن الله أشوفكم دايما على خير، وربنا يحفظكم جميعا من كل شر. النهاردة يمكن في الفترة اللي جاية دي هكلمكم على الأستروجينيك دايبيتيك ديسلبيديميا، وهي الحقيقة محتاج إن هي تتفهم عشان التعامل معاها يبقى يعني في أحسن صورة، لأن التعامل مع مجرد أرقام بيعمل دايلوشن للسايز اوف ذا بروبلم. الحقيقة إحنا عندنا مشكلة حجمها كبير أوي، اللي هي مشكلة الدايبيتيك ديسلبيديميا أو الأستروجينيك ليبيدز عموما. والحقيقة شوية الباثوفيزيولوجي بتاعها كومبلكسيت وكومبليكيتد شوية، فإحنا بنتجاوز دايما المنطقة دي وندخل على ارقام، لو ال LDL قد كده، لو ال HDL قد كده، لو الترايجلسيرايد قد كده. لكن الحقيقه لو احنا عندنا باك جراوند كويس جدا في القصه بتاعه الدايابيتيك ديسلبيديميا، هنشوف ازاي هنقدر نتعامل بشكل احسن. زي ما هنشوف دلوقتي ان القصه كلها بتبتدي في منظومه الليبيدز بموليكيول اسمه كايلو مايكرون. الكايلو مايكرون ده ما هوش الاومايكرون بتاع الكورونا، لا، ده كايلو مايكرون ده النت ريزلت اللي بيتم امتصاصه من الانتستين من الدياتري ليبيدز. الدياتري ليبيدز الحقيقه فيها كوليسترول وفيها ترايجلسرايدز وفيها فوسفوليبيدز وفيها كل حاجه الحقيقه. بيتم التعامل معاها في الانتستين الميكوزا بعد امتصاصها من السيمبل فورم اللي حصل لها دايجيشن فيها، ويعاد تركيبها تاني في شكل البارتكل اللي انتم شايفينه ده. بيبقى المين كونتنت بتاعته كلها ترايجلسرايد وشويه كوليسترول، ده الكور بتاعها، ومتغطيه بفوسفوليبيد ممبرين، وبيبقى عليها بروتين ماركر بنسميه ايبو بروتين. الايبو بروتين هنا الحقيقه هو الايبو بروتين 48. بعد ما بيتم امتصاص الكايلو مايكرون من انتستال الميكوزا ويدخل عن طريق الليمفاتكس لحد ما يوصل في صورة كايلس بقى والحاجات ده، هي علشان في الآخر يدخل السيركيوليشن في الشكل المعقد ده هو، ويوصل للليفر في النهاية في شكل فاتي أسيدز وكوليسترول زي ما هنشوف في الجزء اللي جاي. بمجرد ما بيوصل متفتته، يعني الكايلو مايكرون دي الحقيقه بتتفتت في الجيرن بتاعتها توورد ليفر علشان توصل للليفر في صوره فاتي اسيد او كوليسترول، والليفر يعمل ريسنسز ليها، يعيد صناعتها تاني في صوره لايبوبروتين بارتكل تاني تشبه بالظبط الكايلو مايكرون. الحقيقه شبهها بالملي، يعني الكور بتاعها ملي ترايجلسترايد وشويه كوليسترول صغيرين وفوسفوليبيد ممبرين، والماركر بتاعها بقى ايبو بروتين بي 100. غير ده، ده الفرق الوحيد بينهم، ان الكايلو مايكرون اللي بيمتص الانتستين ايبو بروتين بي 48، ده هنا ايبو بروتين بي 100. الفيري لو دنسيتي لايبو بروتين اللي بيتكون بالشكل ده هو بيتعرض، بيخرج من الليفر على فكره في الشكل ده هو الفيري لو دنسيتي لايبو بروتين بارتك، ويتعرض لمجموعه من البروسيسز تنتهي بانه يفقد كتير من الترايجلسرايد تحت تاثير انزيم موجود في الاندوثيليال بتاع في الاندوثيليال لاير اللي موجود في الفاسكولار تري كله، مليانه حاجه اسمها لايبوبروتين لايبيس. وكلمه لايبيس دي على فكره كلمه يعني لازم تبقى متصورها انت، اول ما تلاقي كلمه لايبيس تعرف انه هيدور على حاجه فيها ترايجلسرايد ويفرقعها على طول. لايبيس يعني يروح يفرقع الترايجلسرايد او يعمل لها لايبوليسيز ويحولها الى فاتي اسيد اند جليسرين. فبالتالي اللايبوبروتين لايبيس اللي هو ماركتلي ديستريبيوتد وموجود ان هيفي اماونتس في الفاسكولار اندوثيليوم هيبتدي اتاك الفيري لو دنسيتي لايبوبروتين ال دي ال ويطلع منها الترايجلسرايد، وبالتالي هيكونسنتريت الكوليسترول كونتنت ريلاتيفلي، لان خلاص كميه الترايجلسرايد اللي فيها عماله تقل عماله تقل، وبالتالي الكوليسترول كور هيزيد وتتحول الى
لو دينستي لايبوبروتين بارت، وهي دي الاستروجينيك يونت في كل الليبيدز. يعني هذا ال دي ال اللي احنا شايفينه ده هو ده اللي بيتصرف بقى تحت الاندوثيليوم ويبتدي يتراكم جوه الماكروفاجز ويعمل لي وينشيت التكوين ذا سو كولد اسيروما، الوحده الاساسيه لتكوين الاسيروسكليروسيس. طيب ليه بقى القصه دي كلها؟ ليه ما يبقاش في فري كوليسترول وترايجليسرايد في السيركيليشن؟ لانهم ببساطه ووتر انسولبل يعني ما بيدوبوش، فبالتالي لو تواجد فري ترايجليسرايد او فري كوليسترول في السيركيليشن انت بتتكلم كده في فات امبوليزم، كل الاوعيه الدمويه هتتسد. علشان ما يحصلش الكلام ده هو ربنا اوحى لتركيبتنا بانها تحولها لهذا الشكل من اللايبوبروتين بارتكل اللي هو سيربولايزد في السيركيليشن، وبالتالي ما فيش فات امبوليزم ولا حاجه. ده الشكل العام اللي احنا شفناه دلوقتي لتكوين ال ال دي ال اللي هو الاسيروجينيك يونتس في منظومه الليبيدز. هنشوف بعد كده هو بقى في الناس اللي عندهم دايابيتس اللي بيحصل. الحقيقه في الدايابيتك بيشنت احنا بيحصل لنا مجموعه من التغيرات الغريبه شويه. اول حاجه فيها ان احنا عندنا انزيم اسمه هرمون سينستف لايبيس. الهرمون سينستف لايبيس ده موجود بكميات كبيره جدا في اي مكان فيه تجمعات دهون، بس ما بيعرفش يشتغل، انرت ما يقدرش يشتغل. طبعا كلمه لايبيس انت عارف لايبيس يبقى هيهاجم الترايجليسرايد، لكن هذا الهرمون سينستف لايبيس في وجود الانسولين ما يشتغلش، عشان كده سميناه هرمون سينستف لايبيس. في الناس الدايابيتك بقى اللي ما عندهمش انسولين او عندهم انسولين ريزيستنس، الانسولين مش شغال، فيبتدي الهرمون سينستف لايبيس يشتغل، يبتدي يهاجم تركيزات الدهون اللي في جسمنا علشان يطلع منها كميات هائله من الفاتي اسيد والجليسرين تسافر ناحيه الليفر. الليفر اللي موجود زي ما انت شايفه في اسفل الصوره ده هو، ولما تروح للليفر بكميات كبيره الليفر عنده ماده خام كتير دلوقتي، عنده فاتي اسيد وعنده جليسرين ما يكون ترايجليسرايد، وبالتالي لما يجي هنا نفس الليفر، لان هو الليفر هو الوحده المصنع الكبير اللي بيكون ال ال دي ال في جسمنا، لما يلاقي عنده ترايجليسرايد كتير وكوليسترول كتير يبتدي يكون لايبوبروتين بارتكل ان ذا فورم اوف فيري لو دينست لايبوبروتين بارتكل مليانه ترايجليسرايد، نفس اللي هي اخت الكاينومايكرون بس عليها ايبوبروتين بي 100. وبيخرج البارتكل ده هو من الليفر مليان بكميات غير عادية من الترايجليسرايد، يدخل السيركيوليشن بالشكل ده. يبقى انا دلوقتي اول خطوة حصلت خطأ، ان الفيري لو دينس لايبوبروتين بارتكل اللي موجود عندنا كلنا بقى هنا في كمية ترايجليسرايد اكتر من الطبيعي، ده بسبب الدايابيتس بسبب الانسولين ريزيستنس. هنشوف ده هيؤدي الى ايه في الاخر. ده هيؤدي الى ظاهرة غريبة شوية ومخيفة في نفس الوقت، هنشوفها ازاي. هنتجاوز دي وهنشوف اللي بعدها. يعني احنا هنا بنتكلم ان في حاجة اسمها HDL زي ما في LDL بالتأكيد. ال HDL ده اللي بيقوم بوظيفة الحامل حمى، هو ده اللي بيحمينا من الاسيروسكليروسيس يفترض فيه كده. اما ال LDL فهو ده الانمي بتاعنا، ده اللي هو بيهاجمنا وبيكون الاسيروسكليروسيس. الحقيقه في التايب 2 دايابيتس ده الشكل بتاع اللايبوبروتين بارتكل ايه هو. زي ما قلت لحضرتك اول خطوه بتحصل ان الفيري لو دينست لايبوبروتين بارتكل تبقى ابنورمالي لارجر ذان نورمال، بتكبر قوي ودي بتزيد مليانه ترايجليسرايد. هذه الترايجليسرايد هتؤدي، خلي بالك الترايجليسرايد دي هي الكي اللي هيؤدي الى كل التغيرات بتاعت الليبيدز في الدايابيتك بيشنت، لانها هتؤدي الى ان ال ال دي ال هيصبح سمولر ذان نورمال، بنسميه small and dense LDL، وال HDL هيبقى يعني في وجود الهايبر ترايجليسريديميا اللي بتحصل في الدايابيتك بيشن هيحصل حاجتين، ان ال LDL هيبقى smaller and denser وال HDL هيبقى smaller and denser. انا بقول لك ان لو تصورت ان ال LDL هو العدو، هو الحرامي اللي عايز يهاجمنا، وان ال HDL هو اللي بيدافع عني، هو السوليدرز اللي بتدافع عني، فلما الاثنين جيت سمولر ده مش حلو، لان لما العسكري يبقى صغير قدرته على الدفاع هتقل، لكن الحرامي لما يبقى صغير قدرته على التخفي والتسرب هتزيد. ده اللي بيحصل بالظبط. ال LDL اللص اللي بيسرق عمرنا
علشان الاثيروسكلروزز لما بيبقى صغير قدرته على البنتريشن ثرو ذا فاسكولار اندوثيليوم انكريزنج مور اند مور، وقدرته على انه يبتدي انيشيت اثيروسكلروتيك رياكشن بتزيد. وفي المقابل ال HDL هو المفروض يبروتكت اس اجينت ساتش LDL لما يبقى اصغر فقدرته على الحمايه تقل لمليون سبب، لكن الفلسفه بتاعت القصه ممكن نسمرايز ات بالطريقه ده هي. فانا دلوقتي بقى عندي مور انيميز ان ذا فورم اوف سمول دنس LDL وعندي less protection in the form of smaller and denser HDL وكمان كميات قليلة منهم. هنشوف بقى دلوقتي ده أنا شرحته على فكرة، مش عايز أضيع وقتكم فيه. هنتجاوز السلايد دي، هنعدي الشريحة دي والشريحة اللي بعدها لأن أنا قلتهم في سياق الكلام علشان أنا ما عادش عندي غير 10 دقايق. إنما برضك هنتجاوز ده وبرضك هنتجاوز ده هو الحقيقة علشان أنا عايز الصورة الحلوة ده هي علشان نشوف يعني إيه الـ LDL لما يبقى smaller هيبقى more aggressive. ده على الشمال ده الـ LDL الطبيعي، اللي على اليمين ده الـ LDL لما بقى smaller and denser. أنا لو وزنت الاثنين مع بعض على فكرة ممكن يطلع نفس الوزن، يعني ده يطلع 100 ميلي جرام وهنا يطلع 100 ميلي جرام. إيش معنى smaller denser LDL ده؟ هي هتبقى more acidogenic مع أن نفس الكونتنت أوف كوليسترول فيهم هم الاثنين. ببساطة لأن الرياكشن اللي بيحصل في الفاسكولار اندوثيليوم نتيجة للبنتريشن أوف ذيس بارتيكل ده inflammatory reaction، وبالتالي لو انا عندي يعني انا بضرب دايما المثال ده برغم انه مثال بسيط جدا وفيري سمبل فايد لكن قد ايه رائع الحقيقه. لو انا عندي كيلو طماطم 5 حبات وعندي كيلو طماطم 20 حبايه هما الاثنين كيلو، لكن انا لو رميتك بال20 حبايه كل مره برميك بطماطمايه انت بتعمل رياكشن ما بتحاول تحمي نفسك بتتفاعل بتتخض ده 20 رياكشن، لكن لو رميتك 5 مرات هتعمل 5 رياكشن. ال20 رياكشن دول عباره عن 20 انفلاماتوري رياكشن اثناء البنتريشن اوف ال دي ال للفاسكولار اندوثيليوم. ده اللي بيحصل ليه السمولر دنسر ال دي ال مور اجريسيف مور استروجينيك اند سو اون. هنشوف بعد كده هو بقى الحاجات التغيرات الاساسيه يعني ويت باي ويت. الطماطم انا قلت لك الطماطم علشان تبقى واضحه في ذهننا ان كل ما صغرت فالعدد هيزيد فالرياكشنز هتزيد فالأسروجينيسيز بتاعها هذي. هنشوف بعد كده هو في خلال الرحلة بتاعتنا هتجاوز الشريحة دي وندخل على الشريحة اللي بعديها وهتجاوز الشريحة دي كمان لو سمحتم معايا. ليه بقى السمول دنس ال دي ال أسروجينيك؟ كذا رياكشن مش رياكشن واحد. رقم واحد ان السمول دنس ال دي ال عندها مور لايبيليتي لانها تبقى اوكسيدايز، والاوكسيدايز ال دي ال ده حريق يدخل مطرح ما يسر يهري على فكرة. ليه السمول دنس ال دي ال بيبقى مور عنده سسبتابيلتي تو اوكسيديشن؟ لانه بيقعد في السيركيليشن فتره طويله على جسمه ما بيتخلصش منه بسرعه لانه صغير كده فبيقعد يهرب ويعشش جواه. قدرته على انه بينتريت ثرو ذا فاسكولار اندوثيليوم اكتر بكتير. كميه الايبو بروتين بي اللي فيه برضك بتعمل بعض التغيرات اللي عندنا. ال LDL لما بتقل حجمه بيظهر الريسبتورز اللي بتاخده وتخلص الجسم منه ما بتعرفش تتعامل معاه زي ما قلت لك فهيقعد في السيركيليشن فتره طويله، وطالما قاعد في السيركيليشن فتره طويله يبقى بالتاكيد هيتعرض لمور اوكسيديشن ومور اوكسيدايزد فورم هتنشا منه. هنشوف كمان دلوقتي حالا ان الاوكسيدايزد LDL اثيروجينيك ليه؟ لان الحقيقه ال LDL ريسبتورز اللي في السيركيليشن الجسم بيتعامل معاها عن طريق حاجه اسمها LDL ريسبتورز بتاخدها ودي سمبليفايد ومفيش مشاكل منها. انما التعامل مع الاوكسيدايزد LDL بيتم عن طريق حاجه اسمها سكافنجر ريسبتور. ايه الفرق بين الاثنين الحقيقه؟ الحقيقه ال LDL ريسبتورز عندها اب داون ريجوليشن بمعنى ان هي بعد ما تاخد كميه معينه من ال LDL وتدخلها جوه الماكروفاج خلاص والماكروفاج شبعت بتبعت لها اشاره انا مش عايز ال دي ال تاني انا كده هضخم وهتحول لفوم سيل وانفلاماتوري سيل فيتوقف تماما ال دي ال ترانسبورتيشن. هذا الامر مش موجود مع الاوكسيدايزد ال دي ال. الاوكسيدايزد ال دي ال بتتعامل معاها ريسبتور عمياء بلايند ريسبتور اسمها سكافنجر ريسبتور. كل ما في اوكسيدايزد ال دي ال ماشيه تاخدها ترميها جوه الماكروفاج ترميها جوه الماكروفاج تحول الماكروفاج اللي موجود في الفاسكولار وول للأسف الشديد إلى
فوم سيلز، والفوم سيلز زي ما قلت لك دي الوحده الاساسيه والانيشيتور اوف اثيروسكليروتيك تشينجز. هشوف بعد كده تغيرات تانية برضك بتحصل، وفلسفه التغيرات اللي بتحصل ده هي ايه. احنا الشريحه اللي بعد دي هتبقى مور انفورماتيف لانها ابتدى سمرايز الجزء كله، لان انا ما عادش معايا دلوقتي الا 5 دقائق. الشريحه اللي بعدها برضك لان الحقيقه الوقت المتاح ليها فقط 25 دقيقه تو سمرايز الشريحه اللي بعد ده هي الشريحه اللي بعد ده هي الشريحه اللي بعد ده هي السمري بتاعنا اهو. هنشوف الوحده او الفيرست ستيب for the induction of the so-called atherogenic dyslipidemia ان يبتدي يحصل hypertriglyceridemia. وعرفنا ليه؟ عشان الهرمون سينسولايبيز ما عادش سابريس. الhypertriglyceridemia في وجود ثلاثة lipases، ثلاثة enzymes اسمهم lipases، في وجود الهرمون سينسولايبيز، في وجود lipoprotein lipase، في وجود hepatic lipase كمان في السكة، ثلاثة lipases، وفي وجود انزيم تاني اسمه كوليسترول استر ترانسفير بروتين. هذا الستيب شغلته ينقل الترايجلسرايد والكوليسترول ما بين ال LDL وال HDL وخلافه. الحقيقه التفاعلات دي هايبر ترايجلسريديميا في وجود ثلاثة لايبيسز في وجود كوليسترول استر ترانسفير بروتين هينتهي بالبرودكشن اوف سمول دنس LDL اند سمول دنس HDL. سمول دنس LDL مور اثروجينيك، small dense HDL less protective. هنشوف بقى الصورة دي الحقيقة قد إيه جميلة وبتسمرايز كل اللي قلناه. الحقيقة في المراحل الأولانية من الدايابيتيك تشينجز اللي بتحصل عندنا ونتيجة للهايبر ترايجلسريديميا في الأساس هيحصل تغيير في الفورمولا بتاعت بوس LDL and HDL، فيبقى عندي small dense LDL ويبقى كمان عندي small dense HDL. ال LDL لما تبقى small and dense هتبقى more atherogenic. ليه؟ هنقول. وال small dense HDL بتبقى less protective لأنها ببساطة الجسم بيتخلص منها بسرعة، بتنزل على طول في اليورين على طول، فبتفقد قدرتها على الحماية. طيب ال small dense LDL more atherogenic ليه؟ لأن زي ما قلت لحضرتك إن هي بتبقى أصغر من الريسبتورز اللي المفروض تخلص الجسم منها، فبتقعد في السيركيليشن فترة طويلة. في الظروف العادية ال LDL الهاف لايف بتاعتها جوه السيركيليشن حوالي 12 ساعة. الحقيقة لما بتبقى سمولر اند دنسر انت بتتكلم في حوالي اسبوع قاعدة معاك، فبالتالي بتبقى سبجكتد لمور اوكسيديتيف ستريسز ويطلع منها اوكسيدايزد ال دي ال. طيب حتى لو فلتت من الاوكسيديشن مش هتفلت من الجلايكيشن. ايه الجلايكيشن؟ ما تنساش ان هذه الليبز بتتحرك في سيركيليشن فيها هايبرجليسيميا، فيها جلوكوز كتير. الجلوكوز بيعمل نون انزيماتيك رياكشن مع كل البروتينات اللي في الدم ويخليها جلايكيتد، فبالتالي هيبقى عندك جلايكيتد ال دي ال. والال دي ال لما تبقى جلايكيتد بتعمل نوع من الكاموفلاج، فالال دي ال ريسبتورز اللي موجوده في ديفرنت سيلز والمفروض تخلصنا من هذه السيركيليتنج ال دي ال مش هتتعرف عليها، فتفضل الجلايكيتد ال دي ال سيركيليشن لفتره اطول، وبالتالي تبقى مور سبجكتد تو اوكسيديتيف ستريس. فسواء هي سمولر هتعشش في جسمنا فترة طويلة، أو بقت جلايكيتد هتعشش في جسمنا فترة طويلة، وفترة في جسمنا فترة أطول هتبقى more subjected for oxidative stresses عشان تبقى oxidized LDL. هذه الoxidized LDL يعني مثلا عندنا في مصر بيقول مطرح ما تسر تهري، تروح الاوكسيدايزد ال دي ال في اي حته بتنديوز على طول انفلاماتوري رياكشن وبتنديوز جروث فاكتور برودكشن اند سو اون وتنيشيت اجريسيف اثيروسكليروتيك تشينجز في كل الفاسكولار تري بتاعت الدايابيتيك بيشنت، وتعرضه لمور اثيروسكليروتيك تشينجز اند مور كارديوفاسكولار بروبلم مور سيريبرال فاسكولار اكسيدنت مور بريفيرال فاسكولار ديزيزز اند سو اون. كل التغيرات دي بدايتها ما تنساش هايبر ترايجلسريديميا، هايبر ترايجلسريديميا اللي بتنتهي بباثولوجيك فورم وباثوجينيك فورم اوف ال دي ال كوليسترول. يبقى علشان اقدر اتعامل معاها اي هاف تو ادريس ترايجلسرايد ان دايابيتيك بيشنت اند اي هاف تو ادريس ال دي ال كوليسترول ان دايابيتيك بيشنت.
الحقيقة الوقت خلص، وأنا كان نفسي أقعد معاكم فترة أطول من كده، لكن التزاما بالوقت لازم أنهي دلوقتي، وإن شاء الله في فرص قريبة جدا نتقابل مع بعض فيس تو فيس، وأبقى معاكم في الصعيد وتجولنا القاهرة، ويبقى بينا وبين بعض فيزيكال ديسكشن وحوارات جميلة زي اللي احنا متعودين عليها. في النهاية بدعو ربنا إنه إن شاء الله بإذن الله بدعي له، بتوجه له إنه يزيل عنا الوباء والبلاء، وإن الناس ترجع لحياتها بشكل طبيعي تاني. وأشوفكم دايما على خير، وربنا يحفظكم من كل شر، وشكرا جزيلا. شكرا.